ومستمرين برضو من اخبارنا النهارده، معسكر مغلق ل 2001 وخوض 3 وديات مع انديه المظالين. طبعا الكابتن ربيع ياسين خلال فتره جايه هيكون ليه تجمع ان شاء الله يوم 23 ديسمبر. اعلن الكابتن ربيع ياسين ضم 25 لاعب. حابب اقول الاسماء برضو: محمود صابر، محمد هيثم، يوسف عبد القادر، العربي بدر من الاهلي، عندنا احمد كامل، عبد الرحمن العشري، عبد الله عادل، زياد محمد، سعيد يحيى، حسام محمد من انبي، حسام اشرف واحمد عيد من نادي الزمالك، مروان شلبي من الاسماعيلي، ابراهيم عادل بيراميدز، محمد سمير وعلي اشرف ومحمد شحاته واحمد هاني من طلائع الجيش، ابراهيم العايدي المصري، فارس محمد من سموحه، حسام حسن غزل المحله، حسام ياسين من بترول اسيوط، محمود صبري من نجوم، علي عمر من الاولمبي، زياد احمد محترف في كندا. نتمنى ان شاء الله للكابتن ربيع ياسين هو والجهاز الفني طبعا الكابتن ابصار صبري التوفيق خلال الفتره الجايه. برضه هيشاركوا في دوره وديه في الامارات ان شاء الله في مارس المقبل.